ندير لا كاسكيت باش نقدر ونستعملوها ونفومنتو اكثر شنو هي لا كولتور الامازيغ. هو منتوج يعني اليمون ماجور في الفيستيمونتير امازيغ حيت كيلبسوها الرجال والنساء سواء يعني في الماضي سواء دابا لحد الان باقي كنشوفوه شي حاجه ما كناش نستغناو عليها وجددناها حتى هي باش حيت غادي نديرو غنقدم واحد لو ديفيلي وغادي نلبسوها مع دي توني مودرن كوم سا غادي لي اباز دو ديال كتسمى تحين ديرت افيك واحد الموزون والصوفه اللي اون ايسيي دو نعاودوها في حوايج مودرن باش نبقاو بحال لي كيمونو بحال هاد لي كاسكيت بحال لو برودكان باش يكون شي حاجه جديده اللي داخل فيها داكشي الامازيغي ديالنا اي تو دونك شي حاجه جديده. مساء الخير، إلهام بن عمي، رئيسة جمعية إبداع للتنمية البشرية وإحياء التراث اللامادي. الحمد لله اليوم قدرت الجمعية ديالنا وفقت وجيز أنها تجمع عدد كبير من الفنانين والمبدعين في مجالات مختلفة وخصوصا في قطاعي صناعة تقليدية وتصميم الأزياء. الهدف ديالنا هو تقاسم الخبرات والمهارات مع المنخرطين من جميع الفئات العمرية. تم عقد شراكات لضمان استمرارية هذه المعارف والأدوات عبر لا ترانسميسيون اللي هي التلقين والمحافظة عليها. هو تقاسم الخبرات والمهارات مع المنخرطين من جميع الفئات العمرية. تم عقد شراكات لضمان استمرارية هذه المعارف والأدوات عبر لا ترانسميسيون اللي هي التلقين والمحافظة عليها ومحاولة توارثها من جيل لآخر. الشيء اللي جعلنا نكونوا سباقين للعمل على هذه التيمة وتقديمها على شكل لوحات فنيه جمعت ما بين فن النسيج، التطريز، تصميم الازياء وصناعه الخزف. الهدف ديالنا هو التعريف بالهويه الثقافيه والتراثيه المغربيه داخل وخارج المغرب بادماج الاجانب في هذه الدورات التكوينيه وايضا توعيه وتحسيس الاجيال القادمه باهميه التراث من اجل تحقيق التنميه البشريه المتكامله. السلام عليكم، معكم ياسمين المنصوري، مترجمه ترادكتوره انتربريتي، في نفس الوقت كندير لاوت كوتور ماروكان، في نفس الوقت ممبر في هاد لاسوسياسيون الابداع. في هاد لاسوسياسيون الابداع كنشاركوا بيناتنا بزاف ديال لي كونيسونس اللي عندهم العلاقه مع الفن الابداع والصناعه التقليديه المغربيه. هاد لي ممبر ديال هاد لاسوسياسيون كلهم كي ريبريزونتيو ريبريزنتان لا باسيون ديالهم في داكشي اللي حنا كنخدموا عليه اترافير الفن. انا لا باسيون ديالي هي لا هوت كوتور المغربيه وكنحاول نغفلشيها في داكشي اللي كنخدموا هنايا. دابا لقيتونا كنوجدوا واحد الاكسبوزيسيون اللي عندها العلاقه مع لا كولتور الامازيغيه اللي انا كنحس فخوره بزاف بهادشي اللي كنديرو حيتاش هاد لا كولتور حتى لدابا عاد ولات كيهضر عليها كتهضر عليها بلادنا. وهذا وشنو كنخدم في هاد الجمعيه اللي عندها علاقه مع هاد لا كولتور الامازيغيه واللي عنده عاوتاني العلاقه مع داكشي اللي كيعجبني هي الخياطه. كنوجدوا دابا فهاد الساعه كنوجدوا شي كيمونوات اللي عندهم علاقه مع لا كولتور الامازيغيه. السلام عليكم، معكم ميسا المساوي، ورمضان كريم بعدا قبل كل شيء، بالصحه والسلامه ان شاء الله. الوغ كنقدم لكم نفسي مونبغ في لاسوسياسيون ابداع اللي كتشتغل في مجال الفني الثقافي واللي تاسست لو 24 فيفري 2023 بهدف ادماج الشباب والاجيال الصاعده في تراثهم وتاريخهم، يعني نعرفهم بالحرف اللي كانوا كيشتغلوا بهم الناس زمان بحال لابوتري، التيساج، لابرودري، دوك صنع المنتوجات الجلديه. الوغ بحكم لاسوسياسيون يعني كتهدف الى احياء التراث اللامادي، جاتنا الفكره باش ان شاء الله يعني بروميير اكسبوزيسيون اللي هي لا بروميير اديسيون ديال لاسوسياسيون غيكون غتكون لا تيماتيك ديالها هو لي فام بربر، يعني الثقافه الامازيغيه، فين غادي يكونوا ان شاء الله بلوزيغ سيكتور وبلوزيغ حرف. غادي يكون ان شاء الله دي طابلو برودي اون لين بيان سور، غيكونوا دي طابي تيسي، غيكونوا اوسي دي كيمونو، وهادشي كلشي في على مان. و اون بليس دو سا حنا كاملين لا بلوبار ديالنا
La plupart des membres de l'association, on est des créateurs, des stylistes, modélistes. Donc, quand je joue, je suis de la mode, je suis de la tourette maghrébine, pour que j'ai un meilleur résultat au public. بالنسبة للي membres اللي في l'association, بدأت جات واحد الصدفة اللي هي زوينة ضروري تنذكروها, c'est que 90% ديال les membres عندنا des origines berbères. فوالا شي من الاطلس المتوسط بحالي انا نيت, شي من شلوح ديال مراكش اكادير, كوم سانيت ماشي كيعطي لا في ديالو الاخر, كنتبدلوا الثقافه, كنتبدلوا الافكار, كنتبدلوا لي غو. حنا اليوم مجموعين حيت بحكم كاملين قرينا في نفس لا كلاس, نفس ليكول, هنايا نيت في الرباط قرينا لا ميم فورماسيون اللي هي موديليست ستيليست ديال اون فورماسيون دو 3 زون. جاتنا الفكرة هو أنه تلاقينا باش غادي نديرو ان بروجي انصامبل, و كوم سا طاحت لينا ليدي ديال بوركوا با فير اون اسوسياسيون, يعني اولا بور بارطاجي لو سافوار فير, بور ايشانجي لي كومبيتونس ديالنا, و اون ميم طون بيان سور تفيد, يعني غادي توشي التنميه الاجتماعيه, غادي تفيد الشباب, غادي تنمو المستوى الفكري, مستوى ثقافي بيان سور, غادي تكون عندهم صوره واضحه على المغرب, يعني في الصوره الاوليه قبل ديال دابا فين كاين لا تكنولوجي وداكشي, و سورتو على المستوى الحرفي, يعني غيولي عنده ان سافوار فير, دونك غيمكن له يخدم يصور قلت اليوم ديالو كي كنقولوا. دونك غادي نساهموا بين قوسين في الحد شويه من البطاله وشويه الاجرام, وهذا يعني دماغي يتلها غيشغل الفكر ديالو, يشغل يديه, والحرفه راه طبيعه الحال الحرفه زعما كي كنقول عمرها ما كتموت. معكم ابتسام الحافظي, كرياتور دو مود اي ممبر دو لاسوسياسيون ابداع. هاد لاسوسياسيون ابداع هي لو بوت ديالها بور ترانسميتر لو سافوار فير للشباب اللي بحالنا بحالهم. كما كتعرفوا حنا مغرب غني بالثقافه ديالو, وبغينا بغينا نخرجوا في هاد الوليدات, هاد الشباب الثقافه ديالهم, التمغربيه ديالهم, عن طريق في هاد لا كولتور تراديسيونيل, عن طريق لي لابرودري الفخار, و بوغ روندر اوسي اوماج لهاد الناس الصناعيين, تصنع الحرف اللي مالوغوزمون كنلقاو بان بزاف ديالهم ولاو غادي وكيتراجع هاد التراث. السلام عليكم, معكم حفصه حيرشي, كينيثيرابيست دو سبور اي بسيكولوج. جو سوي ممبر دو لاسوسياسيون ابداع. واخا انا بعيده على المجال الفني, ولكن هاد لاسوسياسيون خلاتني انني نبدع, وصراحه عجبني الحال بزاف انني ندير حوايج جديده, ومنهم نصنع الطين, منهم أنني نصيب زبية على شكل لوحة بالصوف, وزائد لي طابلو حتى هما اللي مصنوعين بالصوف. بالنسبة للأسوسياسيون هي كتحاول أنها تجبد كاع داكشي اللي أمازيغي, أننا نرجعوا للتاريخ ديالنا القديم. شكرا على المشاهدة, إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب, لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس, وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.